من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحكة على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر من طبقة ضحكة على الظروف لا كل عزم ولا بدر يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر عفاستا انت المقدرة عفاستا انت المقدرة عاني ظروفك واكحرة عاني ظروفك واكحرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرة يزول من آلاف البشر يزول من آلاف البشر النبي ما جاء جات وهي الله جات 200 جات عدلتني عدلة ما عارفة ما جات 200 عليك الله جات 200 يا زولة جات ولما دفعت القروش عليها هاي احنا داري منها حق 3 صرفات هي يا عديلة هوي تذكري احنا داري منك حق 3 صرفات داري مني انا؟ هاي داري منك كم يا اختي؟ داري منك 1000 ونص مالكم شنو من هو كيف يعني والله دي اخرتها كمان جابت لها هوا هسه ما كنت تتمعوا انت قلت لي دي هوا 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 جاتك هوا 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 انت قلت لها هوا 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 هي جاتك هوا 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 بتهوا هوا عباس مالك الليله يا اخوي انت والله اي بسم الله هسه والله بعيني شفتكم الاثنين هي ما قالت تقول لك هوا 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 قاصد قاصد رجل ده قاصد ما قاصد لا تقول لي ما قاصد قاصد بس قالها بس قالها انت قاصد هناي صح يا بس لا ما قاصد هناي هي قالت هو هو ها قاصد قلت هو هو امسكي امسكي دي قروشك كويس اسيبيها وتعالي لي في البيت عشان انا اوريك باقي الحاجات هاي دقيقه في شنو قروشك دي اختي ناقصه 500 جنيه ناقصه 500 جنيه انا ما ابغى من قروش والقروش في بطنك انت ما دفعتيها في بطني انا اي هو 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 ثابت 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 قبضتكم ولا ما قبضتكم قبضتكم ولا ما قبضتكم شنو قبضتكم بتهو ها هاي زح علي زح مني كده كده زح والله دي اخرتها اخرتها عديك كده ديها عديله وراجيله ما عديله شنو الزولة دي مش أدتك القروش ناقصة قدتك أدتك لا ناقصة هوا هوا عاين هنا يا عباس يا أنت ضارب لك حاجة يا ضربك حاجة من الصباح لا 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 والله أنا عادي عادي ولقيتكم بتحولوا أنت عليك الله أنت حقير زعلت لي نجوة دي هسه عيني دمشي ترضيها عشان ترضلي تاني يا أخوانا أنا هسه دي اللي هسه مش هي قامت قدتك لما قدتك 300 دي مش قدتك ناقصات هوا هوا لما قدتك دل لما ندتك لين ندتك من هوا عباس عباس تنقصون لي هوا ما تخرب لي مزاجي توقفوني ده امشي دخل حياتي جوا بسم الله الرحمن الرحيم طارق لي حالي من الصراحة صراحة يا عباس انت جبتها كبيرة يعني النسوان يا اخي ما تغلطن في الحساب وكمان نصير على اغلاطك يا اخي معاي والله ما غلطن في حساب ولا اي حاجة لكن يا الصادق يا اخي انا بعرف انه الكنيسه بتقول نياو والكلب بيقول هو لقيتهم بينبحوا ده الكلام المزعج النجوه قالت وكنت اصلا بعاملني كده المفروض يقول لي ما تجي بيتنا بس لا لا هسه هي بتجي عليك الله احتذر لك هتجي احتذر لك انا بعتذر لكن والله كان بينبح هاي اعتذر بس اعتذر 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 تعالي تعالي يا نجوه تعالي تفضلي تفضلي عباس طبعا والله يتاسف شديد وجاي يعتذر لك يعني ما كان في داعي للكلام ده من الاول بس كانت اقول لي ما تجي انا اسف والله لكن لا 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 الحاله واحده يعني وكلمه وطلعت خلاص كده يسوي لنا جبن عليك الله
ما في سكر. جايب لك شوال 50 كيلو وديته وين في اقل من شهر؟ شوفي صابي شوال السكر منتهى، انت قصدك شنو يعني؟ وديته ناس امي ولا شنو؟ ما طوالي بتخون وانت شنو؟ اسمعني اسمعني، ما تعمل لي فبتنشر عيشك قدام عباس. معلش معلش. وبعدين تعال هنا، انت شنو؟ قروشك؟ انت هو عندك قروش؟ وين هي قروشك لما بتتكلم شاقي لي حسن تقول لي قروشك قدام عباس كمان؟ معلش بتطلع عيشك على شنو؟ ما عندك ولا يا 50 جنيه هكذي؟ يا 50 جنيه هكذي تعالي وتجي. يا عباد مالك؟ نعم فينو؟ أصل يهود حالو. ها؟ في شنو يا زول؟ أنا استاذن ال أنت قلت هون؟ عباس هوي أنا معلش ما أنا قلت مجنون ولا معلش أخوانا استاذنكم بجيكم مرة ثانية إن شاء الله. قال جاي يعتذر قال نظرت ارتقوا السنة ما تقول لي احسب كويس يا احسبها صح ما بحسبها صح دي المرة الرابعة انا احسب قروش 450 450 ناقصة 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 نظر حي مرحبا في شنو يا شباب مالكم؟ مالنا؟ بتهوهوا ليه؟ نعم؟ لا بتهوهوا ليه؟ يعني ده كلام جديد، دي لغة جديدة، بتقولوا للزول الواحد يقول للثاني هو 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 كلاب نحن؟ هو هو كيف يعني؟ بتحبوا الكلاب؟ يعني انتوا كلاب؟ عندك موضوع؟ كلاب منو يا تخارج يا زول تخارج؟ امشي 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 كلاب قال امشي يا بس هو زردكم زردكم هو 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 خارج يا اخمال خارج يا اخمال خارج يا شنو؟ ما في هوهوة ولا هوهوة؟ خليتوا الهوهوة؟ خليتوا للناس بيقوا هوهو بدلكم صح؟ ها؟ بقيتوا ما بتهوهو شغل ما في خليتوا لهم بيقوا شغالين بدلكم والله مساكين. بعدين نسميكم شنو؟ نسميكم كلاب ولا نسميكم شنو يعني؟ شنو براحة كده في ناس أسهل الناس بيقوا يهوهو أكتر منكم مساكين. سلام والله يا عباس سلامة. لكن يا عباس يا أخي الناس ما بتعرفون تمشي تتحشر في نصهم وتقول لهم بتنبحوا ما ينبحوا والله نياوي يا أخي تمالك ومانو ليتوا بنبحوا بهوهو يا أخي هوهو 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 كده مع بعض واقفين كده الاثنين أي واحد بهوهو في الثاني هوهو 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 هم قلت لهم بتنبحوا مالكم والله يا عباس بصراحة كده أنت محتاج تمشي لدكتور لا 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 لا, لا, لا. الموضوع ده ما محتاج لدكتور بالمناسبة الموضوع ده داير لشيخ وأنا شخصيا بعرف لك شيخ كارب الفراسك ده طيروا لك أنا نصيح يا أخوانا أنا نصيح أنا هم اللي بهوهو هم بهوهو قدامي وأنا نصيح أنا شفتهم بعيني بيسووا هو 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 بهوهو قدامي خلاص أصبر شوية الهو ما بعرف الهو أصبر شوية يا عباس ده سيد البيت خلينا نرد عليه دار شنو كيف دار شنو دار حقه دار شنو كمان زول مأجر لك حق منو ألو عليكم السلام هاي لا لا انا كلمته القروش هاي لا قال جاهزة كلامه هو ذاته كلام خشمه قال لي بكره بدي لي ما بدي لي ما عندي ما عندي خلاص انا بلتزم اجيب منه ما بدي جيب منه بجيب لك انا ان شاء الله لا لا خلاص عديله انت عديله الزول ده داير انكم كم والله يا عباس سيد البيت لما يدق الباب أنا وشي بيبقى قدر السمسمة الإيجار الجديد السنة الجديدة دار من 10,000 هو 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 مالك يا عباس 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 عباس